النبي صلى الله عليه وسلم بيوصينا اننا نبادر ونسارع بالاعمال على قد ما نقدر، وعدد لنا الاسباب فقال لنا بادروا بالاعمال سبعا. هقول لكم جزء منهم: هل تنظرون الا فقرا منسيا او غنى مضغيا؟ طيب طبعا لغايه اخر الحديث. فيا ترى ليه النبي صلى الله عليه وسلم وصانا بكده؟ برحب مره تانية بضيفنا الشيخ احمد الملكي، اهلا بك يا شيخ. الله يخليك يا رب ويحفظك ويكرمك ويسترك يا رب. الإنسان بين حالتين، والأيام دول ولله الدوام. بين حالة إحنا المنحنى دايما رايح فوق نازل، صح؟ في حد بيثبت على حال؟ مستحيل. تلاقي مرة غني، مرة مع فلوس، مرة الدنيا ضيقة، مرة فوق مرة تحت. هو ده المراد من كلام النبي عليه الصلاة والسلام: بادر. لما يكون معاك بادر، لأنك أنت ممكن يجي عليك اليوم ما معكش، هتقول يا ليتني قدمت لحياتي. لذلك زي مين؟ كان محمد بن سيرين عليه رحمة الله أفلس. هو بيقول أنا أفلست بسبب اللي أنا قلت من 40 سنة لواحد يا راجل يا فقير يا فقير بس يا مفلس. فقال ما نسيتش ده فأفلست بعد 40 سنة، أما ربك بظلام للعبيد. محمد بن سيرين حط فلوسه كلها في تجارة زيوت وبتاع ومش عارف ايه، دخل فار في بتاع ده. طب نعمل ايه؟ لو انا هعمل ايه؟ هشيل الفار، هاكل الفار، انا هرمي التجارة دي، مش هرميها يعني، الناس ممكن تقول كده. لكن محمد بن سيرين كان يرى ان ده ايه، سبب نجاسة. فقال لهم يا جماعة كل ده للمسلمين، خدوا بقى اللي عاوز ياخد بالفتوى غيري ياخد، لكن انا. فأفلس محمد بن سيرين في الوقت ده، ولا عارف يروح يمين ولا يروح شمال ولا يتصدى. اللي هو ده بقى فقرا منسيا، اللي هو انت مش قادر تعمل حاجه، اللي هو تقول اه انا لو كان معايا فلوس كنت ساعدت الحاجه دي، او لو كان معايا فلوس الراجل المريض ده كنت جبت له مشروع، اه يا ريتك كنت جيت لي من 5 سنين كان معايا ما شاء الله، طب ما عملتش ليه؟ فهقول لك يا ريتني بقى. اللي هو نفس القضيه لما يجي الانسان يموت، حتى اذا جاء احدهم قال رب ارجعون ليه؟ لعلي اعماله صالحه فيما تركت. طب ما انت كنت عمرك موجود، يعني انت عملت فيه ايه؟ او يبقى الانسان ينتظر بقى معايا المال، فيبقى معايا المال فنفسه تعلى، فيبدا يتكبر على خلق الله عز وجل ويطغى في البلاد، ويبدا ينظر للناس شذرا كده، عارف اللي هو كل لما ايه يبقى معاه فلوس يبص للناس يقول له يعني، او لا يراهم اصلا، هو لا يرى الفقراء لانه في بيئه او مش شايف فيها الفقراء. وبالتالي انت الاصل ان تقدم لنفسك. ولذلك عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان الراجل ده من اغنى اغنياء اصحاب النبي عليه الصلاه والسلام، من اغنى اغنياء الامه. لما نعرف مثلا ان في ليله من الليالي يا استاذ دعاء جات له التجاره بتاعته 100,000 دينار. اخوانا 100,000 دينار يعني احنا بنتكلم في 425,000 جرام من الذهب. متخيله اللي هو تقريبا نص مليون كيلو، احنا يعني داخلين على نص مليون كيلو، راجل غني جدا يعني. ومع ذلك قال لا تعالوا نعمل ايه، وزعي هنا وزعي هنا وزعي هنا وزعي هنا وزعي هنا وزعي، ايه ده ايه ده؟ وفي الاخر لما جه بقى قال لمراته ما تجيب لنا بقى نتعاد له، ما كنت اقول لي كنا سيبنا درهم ولا اتنين نقدر نجيب بيهم اكل. ناسي نفسه. عامر بن الجراح ابن عبد الله بن الجراح اللي هو مين، ابو عبيده، سيدنا عمر بن الخطاب أرسل بعض المال له، وبعدين قال للغلام انظر إليه ماذا يفعل. أول ما جاله قال له يعني، وسيدنا عمر كان يحب أبو عبيدة قوي، يحبه جدا جدا، لدرجة لما حصل الطاعون في الشام قال له جيلي حالا، لو الكتاب ده جالك بالنهار ما يجيش عليك ليل هناك، لو جالك بالليل ما يطلعش عليك سوق، تجيلي. ففهم، قال له أنا طالبك في حاجة، هو خايف عليه، هو بيحبه. فهل أراد أن يستبقيني وأنا لست بباق أنا ميت؟ فقال له اعذرني يا أمير المؤمنين. المهم في النهاية في يوم من الأيام أرسل له مال وقال له الغلام شوف هيعمل إيه. أول ما جاب المال فلوس، لا ما عملش كده، راح واخد تعال إلى البيت الفلاني 7 دنانير، هنا 5، هنا 10، هنا بتاع، هنا كذا، هنا كذا، هنا كذا، وأنفق المال كله في سبيل الله تبارك وتعالى. طب تعمل إيه؟ قلب نقدم زادنا إلى الآخرة. إحنا في النهاية أصل هي دنيا مش مستقر لينا، في النهاية هي رحلة بنقطعها وستنتهي، ثم بعد ذلك نذهب إلى آخرة
إن شاء الله ندخل جنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين الذين ينفقون.